قال هذا ما حكمه من يكذب الأحاديث، يكذب بالسنة؟ مشكلة من فتن الزمان ومن البدع الجديدة، ناس هم أصلا المفروض نسميهم لا قرآنيين، الغير قرآنيين، المفروض هذا اسمهم الحقيقي، لكن للأسف يسموا أنفسهم القرآنيين. أوه، ليش قرآنيين؟ هم يكذبون السنة، يقولوا ما نأخذ، نحن ما نثق بالأحاديث النبوية، نحن ما نأخذ إلا بله. يا ريت تأخذون بالقرآن، لو أخذتم بالقرآن لأخذتم بقوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. هذا قرآن، تريدون قرآن؟ الله يقول وما آتاكم الرسول ما يأخذون بهذا. طيب الله يتلو عليهم آياته ويعلم الكتاب وليه والحكمة، كل المفسرين يقولوا الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وآله، خذوا الحكمة إلا ما نأخذ بها. إذن لستم قرآنيين، لا تكذبوا علينا ولا تكذبوا على أنفسكم، أنتم لا قرآنيين. القرآن يدعو إلى السنة، القرآن يدعو إلى الأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر. أمر الثاني، السنة كما ذكرنا سابقا في مجلس السابق أقسام. السنة التي الثابتة الصحيحة التي ليست متواترة، هذه إن أنكرها الإنسان يفسق، يكون فاسقا لإنكاره حديثا ثابتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح البخاري، حديث صحيح مسلم، حديث صححه العلماء، أنا ما أخذ هذا الحديث، ارمي نفسك في بلاعة زي ما يقول واحد. كلام رسول الله ثابت، مش محتاجين أن تقول تأخذ به أو لا تأخذ به. نعم حديث ضعيف لا بأس، حديث الضعيف أصلا لا يحتج به لا في العقيدة ولا في الأحكام. نعم أجاز العلماء الأخذ به في فضائل الأعمال بشروط. الحديث المكذوب هذا لا يجوز للعمل به ولا روايته كقول لرسول الله أبدا. الحديث المتواتر هذا الذي بعض العلماء يقول أن إنكاره كفر، لأنه لا يتصور وقوع هؤلاء القوم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي لنا حديث يرويه جمع عن جمع عن جمع، يؤمن العقل تواطؤهم اتفاقهم واجتماعهم على الكذب، بعد ذلك تنكره، هذا يكون عناد. فإنكار الحديث المتواتر بعض العلماء يراه كإنكار القرآن، يوقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله.